ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه كلامنا متواصل في الكرة العالمية والمحلية، وبالتأكيد طبعا عن استعدادات الأهلي للموسم الجديد ومعسكر النمسا اللي هيستمر لحد 6 سبتمبر المقبل. كل التفاصيل دي طبعا وأكتر هتكون مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي. أستاذ محمد، النهارده مشرفنا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على السادة مشاهدي كرة النادي الأهلي. صباح الفل عليك ومنور الدنيا كلها، وعندنا كلام كتير هندردش مع حضرتك عنه ان شاء الله. واستاذنك نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها دلوقتي مريم، فكره المعسكر واهميه هذا المعسكر في التوقيت ده في رايك، واهميه ان احنا من خلال المعسكر ده المفروض ان الفريق هيلعب ماتش ودي او اثنين، يعني رؤيتك للمعسكر ده وانعكاساته على ما هو قادم ان شاء الله هتكون عامله ازاي؟ طبعا ده الاساس، لان انت بتبني على موسم جديد وموسم مهم جدا، انت داخل على يعني كذا بطوله الفتره اللي جايه، وبدايتها سوبر افريقي، مباراه واحده ببطوله بالنسبه لك، وفي نفس الوقت هتفرق معاك معنويا، وبالتالي لازم يكون استعدادات يعني معنى اصح في بدايه، يعني البدايه هتكون مهمه بالنسبه لك. اكيد ان المعسكر مهم، خصوصا ان انت بتفصل بعض الشيء انك موجود في النمسا. كنا نتمنى ان المعسكر ده يكون في يعني في فتره مبكره شويه، خصوصا ان احنا الفتره اللي فاتت كنا شايفين ان الانديه العالميه والانديه حتى السعوديه كانت في النمسا بالتحديد هناك، فكنت ممكن تعمل احتكاك قوي بالمباريات الوديه. لكن عموما فتره مهمه، مده 9 ايام المعسكر، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان الفريق سواء العناصر الجديده مع عوده المعارين مع القدام يعملوا الانسجام بسرعه قبل بدايه السيزون. واضح ان النمسا تعتبر عنصر جذب للناس اللي صحيح. عايزه تعمل معسكر مظبوط لفريقها. اه الحقيقه امبارح كان طبعا مراسلنا وزميلنا العزيز فاروق صلاح كان بيتكلم يا كريم عن فكره ان النمسا دايما الناس بتروح تعمل فيها معسكرات، كل حاجه فيها مهيئه، الجو، الاماكن، كمان المكان اللي هم فيه بيبقى منفصل تماما عن المدينه. اكيد طبعا هنعرف منه تفاصيل اكتر عن كل ده وعن المعسكر، بس خليني الاول اعرف منك شايف ازاي كمان فكره يعني تاهيل كولر للمصابين سواء السولية، طاهر، كمان يمكن ياسر ابراهيم، فكره تاهيلهم داخل المعسكر ده. طبعا كانت ضربه بالنسبه لكولر في البدايه شويه عن غياب عمرو السولية ومده طويله شويه. طبعا الفكره ان انت دلوقتي عندك يعني فتره بعض الشيء انك تقدر انك تحاول انك تعمل تعافي للمصابين سواء لو كان السولية او ياسر ابراهيم او طاهر، في بدلة ان شاء الله هيعوضوهم. في نفس الوقت معسكر النمسا يعني في نفس هيكون في دخول العناصر الجديده، احنا بنتكلم على رضا سليم وامام عاشور مع عوده المعارين زي نيدفيد وصلاح محسن ونيدفيد، واهم طبعا مع احترامي باقي الاسماء في وجود اكرم توفيق ووجود كريم فؤاد. فبالتالي النهارده يعني بنتمنى ان يكون العناصر كلها جاهزه ان شاء الله للفتره اللي جايه، واكيد اكيد الجهاز الفني وبيحاولوا طبعا يعملوا مباراتين وديتين تكون مهمه قبل مباراه اتحاد العاصمه. جميل، رايك في ضوء اللي انت شايفه حاليا في السكواد اللي الموجود حاليا في النادي الاهلي، وخصوصا بعد ضم رضا سليم وامام عاشور واللعيبه اللي كولر صعدهم في الفتره الاخيره، شايف الشكل العام عامل ازاي؟ وعايز في ضمن يعني ضمن سياق اجابتك يعني تقول لنا برضو انطباعك عن ان في ناس كتير من جماهير النادي الاهلي واقفه قوي عند تفصيله ان احنا محتاجين مهاجم صريح، ان احنا محتاجين راس حربه صريح، برغم ان انت القوام الاساسي بتاع الفريق عندك، يعني من زاويه تانية لرؤيه الامور قد يغنيك عن وجود مهاجم صريح، ولكن الناس شايفه غير كده. البداية يعني كان من المدير الفني نفسه مارسيل كولر في فترة الانتقالات الشتوية بالتحديد، هو قال ان هو عاوز مهاجم، لكن اشترط، قال لو مفيش لعيب هيقدم الإضافة وهيكون مختلف عن الموجودين معايا فأنا مش عاوز صفقة جديدة، وكان معنى صح حط شرط ان هو هيجي جديد هيكون إضافة عن اللي موجودين حاليين. شايفين ان دلوقتي الفريق يعتبر في كامل خطوطه في الاساسي وفي البديل، ويعتبر ما فيش اساسي وبديل. مارسيل كولر في اول سيزون يعتبر اعتمد على الفريق كله بنفس المستوى الحقيقي، كلهم بنفس المستوى، وبيجرب اكتر من حد في مراكز مختلفه، وده اللي عمله فعلا في مركز راس الحربه، يعني عمله مع كهربا شفنا ومع اكتر من لاعب. يعني احنا بنشوف دلوقتي ان النهارده يعني حتى في الصفقات الجديده من وجود امام عاشور، في امام عاشور ممكن توظفه في اكتر من مركز، وجود رضا سليم كذلك برضو ممكن توظفه في اكتر من مركز. الصفقتين بالتحديد بالدول نتكلم على امام عاشور، وشايفين مستواه وتطور مستواه في السنين الاخيره
رضا سليم كذلك صفقه كانت مهمه جدا ويعتبر من اهم اللعيبه في الجيش الملكي السيزون اللي فات، وهو يعتبر الساهم في فوز الفريق ببطوله الدوري المغربي، وكان في نفس الوقت برضه كان مرتبط باسمه مرتبط كتير من انتقال لدوريات اوروبا خصوصا الدوري الفرنسي، لكن الاهلي قدر ان هو يحسم الصفقه لصالحه وهو لاعب لسه صغير في السن، فاحنا بنتكلم انه مستقبل يعني يعتبر شبيه بالظبط ممكن لأليو ديانج. انت برضه لعيب كان جاي صغير في السن، شفنا تطور ديانج معاك وشفنا الفترات الاخيره كان ديانج على طول مرتبط بان هو يمشي من النادي الاهلي وعروض كانت كبيره جدا، لكن احنا ممكن نعيد نموذج ديانج مع رضا سليم ونتمنى نكون صفقه مفيده. نرجع لنقطه المهاجم، كانت البدايه في الانتقالات الشتويه وتحديدا من تصريحات مارسيل كولر، وفي نفس الوقت كان المهندس عادل القيعي وصف بالصفقه الهجوميه بصفقه ملحه عند الجهاز الفني. اكيد الاداره شغاله في الملف ده، ونتمنى ان الصفقه دي تتحقق علشان خاطر تكون حققت كل طلبات الجهاز الفني، خصوصا انت عندك الموسم الجاي داخل في اكتر من بطوله سواء كان سوبر افريقي ودوري افريقي، ودي اهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للاداره، وهي وصفت باهم بطوله ليها عشان المكاسب الماديه ليها، وفي نفس الوقت كاس العالم للانديه بخلاف دوري ابطال افريقيا والبطولات المحليه. طيب بذكر البطولات بقى، يمكن احنا عندنا استاذ محمد خلاص 15 سبتمبر المواجهه طبعا سوبر افريقيا امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري، بعديها هيكون 15 ديسمبر يعني يمكن بعديها بثلاث شهور تحديدا هيكون برضو في افتتاحات كاس العالم للانديه، الاثنين هيقاموا في السعوديه. السعوديه طبعا احنا عارفين جمهور النادي الاهلي هناك كتير جدا، دعم الجماهير احنا دايما بنشوفه النادي الاهلي في اي مكان بيكون متواجدين فيه، شايف ازاي اهميه الدعم الجماهيري اللي هيكون موجود سواء في السوبر او في افتتاحات كأس العالم للأندية، ده بيعود بإيه على النادي الأهلي وعلى كمان لعيبة النادي الأهلي، خاصة إن هنا يعني أنت عارف لسه عندنا أزمة شوية في عودة الجماهير، يمكن صحيح. بتتفتح تدريجيا ولكن الحقيقة لم تكتمل الصورة يعني، فعايزة أعرف منك أكتر عن وجهة نظرك ده هيعود أو هينعكس إزاي على اللعيبة في البطولتين. أفضلية طبعا أنك بتدخل مباراة وأنت عارف أن في جمهور هيحضر لك، وجمهور يعني بالنسبة للفريق المنافس يعني في زيادة عن الفريق المنافس من ناحية الجمهور ومن ناحية الشعبية. النادي الأهلي سواء في خصوصا في دول الخليج شفنا النموذج ده في قطر، وشفنا بعدها في الإمارات، وشفنا كم دعم الجمهور للنادي الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية، بمباراة البداية من مباراة السوبر الإفريقي يعني استعداد بسيط لما هو أهم لكأس العالم للأندية. أكيد جمهور الأهلي مستني البطولتين دول، خصوصا زي ما أنا ذكرنا من شوية أن بطولة السوبر الإفريقي مباراة وهي ببطولة، في نفس الوقت يعني بقالنا فتره الاهلي ما سافرش او ما لعبش حتى مباريات وديه في السعوديه، فبالتالي هيكون جمهور الاهلي متشوق لان هو يحضر ويدعم فريقه من الملعب. صحيح ممكن ان الملعب او البطوله السوبر الافريقي في الطائف بعيده شويه عن سواء الرياض او المناطق الحيويه اكتر، لكن متاكدين ان جمهور الاهلي هيكون ورا فرقته في اي حته او في اي مكان، وفي نفس الوقت داخلين على كاس العالم للانديه بطوله مهمه جدا جدا جدا، وشايفين استعدادات الانديه بدايه من المنظم او الفريق البطل الدوري السعودي اتحاد جده، مع وجود انديه كبيره جدا زي مانشستر سيتي بطل اوروبا لسه ما تحددش بس الفريق الوحيد وهو بطل كاس ليبرتادورس، واحنا يعني لسه في مرحله الدور الربع النهائي يعني خلاص قربنا، فبالتالي ان البطوله هتكون مهمه جدا للاهلي علشان انت معنى اصح بطوله رابعه على التوالي في كاس العالم للانديه، وقبل كده حققت نتائج مهمه جدا سواء كان في نسخه قطر وبعدها نسخه الامارات وحتى في نسخه الاخيره في المغرب، رغم ان انت حصلت على المركز الرابع لكن قدمت مباريات كبيره جدا زي مباراه ريال مدريد مثلا. طيب احنا هنروح معاك شويه كده للدوريات الاوروبيه شويه يعني كره القدم العالميه، ونرجع مره تانية لمصر وللنادي الاهلي. وعلى ذكر اوروبا اللي حضرتك تفضلت بذكرها ضمن سياق اجابتك يعني على السؤال اللي فات، في ناس كتير شايفه ان اوروبا في طريقها ان هي تتفرغ تماما من نجومها، يعني بيتم تجريف صح انجاز التعبير يعني صحيح. الدوريات الاوروبيه من الدوري السعودي لصالح الدوري السعودي، شايف اللي بيحصل ده ازاي؟ هاخد نقطة بس مهمة جدا عن نقطة الدوري السعودي، وكان تصريح ده اتكرر ممكن تاني أو تالت مرة من كريستيانو رونالدو لما قال إن الدوري السعودي هيكون في السنين اللي جاية ما بين الخمسة الكبار في الدوريات في العالم.
هو يمكن يا استاذ محمد هو اللي فتح الباب ده. صحيح. يعني بعد نيمار قالها كده وانتقال كريستيانو هو السبب في ده، ما بقاش فيه مستحيل. احنا شايفين بعدها صفقات يعني الحقيقه مدويه، ما ينفعش نقول عليها اقل من كده. وبعد كده يمكن كمان انتقلت بقى الكلام عن انتقال محمد صلاح كمان للدوري السعودي، فيمكن كريستيانو هو كان بدايه الشراره دي او بدايه فكره عدم استحاله فكره انتقال اي حد للدوري السعودي. نيمار لما طلع في بعد توقيعه لنادي الهلال واعلان الصفقه اتكلم على الدوري السعودي، وبالتحديد اتكلم على كريستيانو ووصف انه كريستيانو كان قال خطوته من الدوري السعودي كنا قايلين ان هو مجنون. لكن بعدها كان عنده بعد نظر اللي بيه كل نجوم العالم ارتبطوا بالدوري السعودي ومعظمهم جم وانتقلوا للدوري السعودي. وكنا هنشوف حتى مع يعني كنا ممكن نشوف مواجهه ما بين كريستيانو وما بين ميسي طبعا في الدوري السعودي طبعا، لولا ان ميسي اختار إن مشروع انتر ميامي والدوري الامريكي وترويج لكاس العالم في 2026. لكن احنا بنتكلم برضو ان الدوري السعودي يعني يعتبر استقطب اكبر نجوم العالم. احنا بنتكلم بدايه من كريستيانو رونالدو في النصر، بنتكلم على وجود كريم بنزيما في ريال مدريد ونجولو كانتي في ريال وساديو ماني من النصر، بنتكلم على نادي الاهلي جده استقطب رياض محرز وروبرتو فيرمينيو، واستقطب حتى كان الصفقه كانت مفاجاه جدا 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 ان هو لاعب سيلتا فيجو فيجا، وهو كان مرتبط بريال مدريد وكان مرتبط بمانشستر سيتي وبليفربول، وكان يعتبر موهبه لسه صاعده للمنتخب الاسباني لسه واحد حوالي 21 سنه. انك تقدر انك تكسب صفقه من مانشستر سيتي ومن ليفربول ومن ريال مدريد كبار انديه اوروبا، فكانت صفقه ما تعتبرش جماهيريه، لا صفقه فنيه، وتعتبر اكبر واهم فرقه على فكره بالنسبه لي وجهه نظري نادي اهلي جده. عمل صفقات ذكيه جدا 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 من التدعيمات بتاعته، مش نجوم بس. في النص الاولاني من حلقه النهارده كانت مريم بتسالني، كنا بنتكلم على بنقول اخبار ليها علاقه محمد صلاح ومساله الانتقال والعدم وحاجات كده، فسالتني سؤال بديهي جدا الحقيقه، سؤال بسيط يعني، هو انت شخصيا رايك ايه في الموضوع ده؟ فانا استكيت للحظه، لان انا كنت لغايه فتره يعني قريبه عندي يعني شايف رؤيه معينه في استمرار محمد صلاح في ليفربول. ايه اللي خلاني استكيت بقى مع سؤال مريم المره دي؟ لان الحقيقه احنا وصلنا لمرحله ان يعني في الحالتين يعني كل حاله منهم الطف من الثانيه، فاهم ازاي؟ هنا في مكاسب وهنا في مكاسب. يعني فاهم فكره استمراره في ليفربول وترسيخه للاسطوره اللي هو صنعها لنفسه والمجد اللي هو عمله هناك، دي تستحق البقاء، وفي نفس الوقت سخاء العروض السعوديه المقدمه لمحمد صلاح هي كمان تستحق التامل. انت شخصيا شايف ايه؟ هتكون رفعوا كمان قيمه الصفقه ل 150 مليون يورو، من الواضح ان هم يعني مصممين فكره التصميم ده وفكره ان هم بيرفعوا القيمه لليفربول. ده اكيد يعني هيغير الامور خلال الفتره المقبله. صلاح كان يعني بعض المعلومات، كان صلاح وجهه نظره كان رايه كان واحد، وهو ان هو كان هيستمر مع ليفربول حتى لو هنقول حتى هو عقده ل 2025، هنقول حتى للسيزون الحالي وصيف 24. لكن احنا بنتكلم عرض كبير جدا مش بس لصلاح لليفربول، وده اللي خلى الاداره تبتدي، حتى لو احنا شفنا حتى تصريحات رسميه وبعض الصحفيين المقربين من نادي ليفربول قالوا ان الاداره مش ناويه تفرط في صلاح. يورجن كلوب نفسه بعد المباراه بتاعه نيوكاسل يمكن قال خلاص هو مستمر معانا، قالها بشكل قاطع، قالها بدايه يعني في المؤتمر الصحفي لماتش بورنموث، قال ان صلاح مستمر، وقبل ماتش نيوكاسل في المؤتمر الصحفي صلاح مستمر، وقبل المباراه وبعد المباراه، اربع تصريحات في اسبوع واحد. يورجن كلوب كان تصريحاته واحده، وهو ان صلاح مستمر بنسبه 100% ومفيش تفريط ان احنا هنستغنى حتى عن خدماته، ومستمر بعده لحد نهايه عقده هو 2025. لكن احنا بنتكلم ان النهارده اداره ليفربول مفيش تصريحات رسميه، لكن بعض الصحفيين المقربين قالوا ان الاداره مش هتفرط في صلاح. في نقطه مهمه جدا وهي نقطه ان ليفربول عاده الاداره بتفكر في اللاعب ازاي، بمعنى النهارده صلاح 31 سنه هيديني ممكن السنه دي والسنه اللي جايه وخلاص، وبعدها عقده هيكون فري. فالنهارده انا افكر ان انا بجيب لعيب تمام صغير، واحنا بنشوف عاده ليفربول في صفقاته زي ماكليستر مثلا في السيزون في الويندو ده في الانتقالات الحاليه، وصفقه دومينيك سوبسلاي، ما فيش غير اندو بس اللي هو كانت يعني بعض الشيء اللي هو كان صفقه عنده 30 سنه، لكن عاده الاداره بتفكر في اللي هي تجيب لعيبه صغيره في السن، وبالتالي يقول لك ان انا النهارده هبيع صلاح هستفيد من الناحيه الماليه واقدر اجيب لعيب برده صغير وان انا يستمر معايا سنين
في السنين اللي جايه. فنقطه صلاح ان هو ينتقل للدوري السعودي كان ما كانش بيفكر فيها، كان بيفكر ان هو هيكمل في ليفربول، لكن الموضوع فتح بعض الشيء بالنسبه له ان هو ممكن يروح للدوري السعودي. نادي اتحاد جده بيعاني من ناحيه ضغط جماهيري رهيب، وهم شايفين ان الهلال دعم صفقات كبيره وابرزهم نيمار، النصر عندهم كريستيانو رونالدو، وحتى الاهلي قفل الثمن الاجانب اللي عنده وجايبين نجوم يعتبر زي روبرتو فيرمينيو، وجايبين محرز، وجايبين فرانك سي يعتبر دعمه من الجول كيبر للمهاجم. وبالتالي نادي اتحاد جده يقول لك طب احنا فين الصفقات بتاعتنا؟ جبنا كريم بنزيما، جبنا فابينيو، جبنا نجول كانتي، ولكن احنا عاوزين لعيب زي صلاح، خصوصا ان احنا بطل الدوري السعودي اللي هنمثل البلد في كاس العالم للانديه. فإدارة أنمار الحائلي وهو رئيس النادي بيعاني من ضغط كبير جدا، لدرجة ان حتى بعض في خلال مباراة الوحدة امبارح كان كل شوية بيتسأل من الجمهور صلاح صلاح، وهو ما كانش بيرد خالص، متجاهل الأسئلة بخصوص صلاح. وبالتالي النهاردة الإدارة هتكون هتحاول ان هي تضغط على إدارة ليفربول في الفترة اللي جاية، خصوصا ان الانتقالات في الدوري الانجليزي هتتقفل قبل انتقالات الدوري السعودي. وبرضه دي نقطة اتكلم واشار عليها يورجن كلوب، لكن دي مش فير ان احنا هنخلص انتقالاتنا وانتقالات الدوري السعودي هتكون مستمرة، وبالتالي هو بيرمي برضه ورقة ان الضغط مستمر على الإدارة وعلى الملاك بناحية محمد صلاح. رأيي انا الشخصي محمد صلاح، وحضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، ان يعتبر اوروبا مفيش فيها نجوم في الفترة الحالية غير اسماء معدودة او بسيطة. واحنا بنتكلم حتى بالتحديد على الدوري الانجليزي، كان في وجود هالاند وفي وجود هاري كين وفي، لكن دلوقتي في الدوري الانجليزي مفيش غير هالاند دلوقتي، وبنتكلم على نجوم معدودة زي هنتكلم على محمد صلاح في ليفربول، وبالتالي عنده فرصة ان هو يستمر في ارقامه ويستمر ان هو رقم واحد في ليفربول ويعتبر من نجوم الدوري الانجليزي. صلاح لسه قدامه على الاقل هنقول لغايه لحد نهايه عقده، واحنا بنتكلم على بعد سن 33 34 يبتدي بقى يشوف زي ما شفنا كريم بنزيما راح عنده في سن 34، شفنا كريستيانو في 37، شفنا مفيش غير ممكن ساديو ماني اللي راح بدري شويه، وشفنا روبرتو فيرمينيو، وشفنا رياض محرز رايحين في الثلاثينات. فمعنى اصح ان انت لسه صلاح عنده لسه سنتين على الاقل مع ليفربول ان هو في قمه عطائه. بس ليفربول نفسه دلوقتي مش زي الفتره اللي فاتت. اكيد انا مع حضرتك ومتفق في النقطه دي، لكن النهارده احنا بنتكلم على الورق، ليفربول مش منافس للدوري الانجليزي السيزون ده. ليفربول هدفه ان احنا النهارده عايزين نكون ما بين الاربعه الكبار علشان خاطر نرجع لدوري ابطال اوروبا. حتى احنا بنشوف صفقات ليفربول السنه دي، يعني يعتبر صفقات زي بيقولوا كده يعني ايه متواضعه، مش هقول متواضعه، لكن هو جاب الاحتياجات الاساسيه بتاعته قوي. لكن احنا بنشوف ان هو دخل في صفقه مثلا روميو لافيا اللي راح من ساوثهامبتون لتشيلسي، وصفقه موسيس كايسيدو اللي راح من برايتون لتشيلسي، صفقات ليفربول دخل فيها يعني في منافسه مع انديه وما قدرش ان هو يكسبها، مع ان تشيلسي السيزون ده مش هيلعب في اي بطوله اوروبيه. لكن النهارده الاداره نفسها والملاك نفسهم معنى صاحب البلدي كده بخلة، ما بيدفعوش فلوس غير في الحاجه الاساسيه عندهم قوي. فبالتالي ان المشروع بتاع ليفربول مش هنشوف بقى زي السنين اللي فاتت في منافسه مستمره مع مانشستر سيتي للجولات الاخيره، او في منافسه اوروبيه في دوري ابطال اوروبا، الا اذا لو الدوري الاوروبي احنا اعتبرنا ان الدوري الاوروبي مش بطوله لها اهميه، او يعني يعتبر بطوله يعني مقارنه بدوري ابطال اوروبا. لكن برضو هيبقى ان صلاح برضو من ضمن نجوم الدوري الانجليزي، وهو يعتبر اعلى راتب في ليفربول، فدي حاجات كلها اعتبارات مهمه جدا. طيب بذكر بقى البريمير ليج ومانشستر سيتي، يمكن خلاص امبارح انتهت الجوله الثالثه ولسه مانشستر سيتي متصدر، ويعني هل تتوقع بقى ان هو هيستمر في الصداره دي؟ مين الانديه اللي شايف ان هي ممكن تنافس على اللقب الموسم ده؟ فيش طبعا غير مانشستر سيتي، ممكن ارسنال يدخل في المنافسه. صحيح ان ارسنال خسر نقطتين على ملعبه من ماتش فولهام 2-2، وكمان كان فولهام كان ناقص في العدد. مانشستر سيتي يعتبر هو الكامل، حتى احنا شايفين ان من غير مدربه في المباراه الاخيره مباراه شيفيلد، لكن قدروا ان هم يكسبوا 2-1، وفريق يعني يعتبر من الحارس المرمى لحد المهاجم خطوطه كلها متكامله، وهو اعظم فريق في الدوري الانجليزي مش السيزون ده بس،
خلال حوالي 5 6 سنين الاخر. ارسنال بيحاول ان هو يدخل المنافسه، لكن بيلعب بقى يلعب نقطه مهمه وهي نقطه الخبره، وفي نفس الوقت نقطه ان انت عندك النفس الطويل ان هيكمل 38 جوله، وهي دي نقطه مهمه جدا، وشفنا ان مانشستر سيتي بيكونوا اذكياء فيها وشطار فيها جدا. لكن النهارده الدوري الانجليزي السيزون ده شايفين ان في اكتر من نادي، مش من انديه اللي هم القمه لكن انديه رخمه، يعني زي ما بنتكلم على وجود نادي نيوكاسل في مباراه ليفربول كان ند بالند مع ليفربول، وشايفين نادي مهم جدا انا بالنسبه لي ان هيكون من الانديه اللي هتكون ليها يعني نتائج ومستوى كبير جدا، وهو نادي استون فيلا. اوناي امري عامل شغل محترم جدا في مع استون فيلا، ودي كان بدايته من نهايه السيزون اللي فات، فهيكون استون فيلا من الانديه اللي هتكون رخمه جدا. تشيلسي عامل صفقات ذكيه جدا، صحيح صفقات مش نجوم لكن صفقات بيبنوا فريق لمستوى لسنوات جايه، فالنهارده شايفين ان اكتر من فريق مش منافسين لكن هيكونوا في صراع الاربعه الكبار، وده اللي هيكون بالنسبه للعشاق الدوري الانجليزي هو ده اللي هيكون الاهم، لان بالنسبه لنا كمتابع عن الدوري الانجليزي هو الدوري محسوم بنسبه كبيره لمانشستر سيتي. كتير كتير من المصريين في اخر كام سنه متابعين قوي الدوريات الاوروبيه المختلفه، وطبعا لا سيما البريمير ليج، ومرورا بقى بالبونز ليجا ولا ليجا وكل الحاجات الحلوه دي، بيتابعوه بشغف وعارفين كل الصغيره والكبيره بتحصل في الدوريات دي. هنضيف كمان للدوريات اللي هيتابعها المصريين بشغف الفتره الجايه اكيد الدوري السعودي. صح. مش دي النقطه، النقطه ان في كتير من الاحيان بتلاقي البعض من جماهير كره القدم المصريه نتيجه يعني انه مستغرق قوي في متابعه الدوريات الاوروبيه يبص على الدوري المصري ويبقى مليان انتقادات، يبقى عينه بتروح بس للسلبيات، فالى اي درجه متابعه المصريين للدوريات الاوروبيه واخيرا كمان الدوري السعودي هيبقى له انعكاس مش قد كده فيما يتعلق حتى في نسبه متابعتهم او مشاهدتهم لماتشات الدوري المحلي عندنا؟ بدايه النهارده ان الكوره اصلا معروف مصطلح دارج كره للجمهور، الجمهور نفسه يعني يحضر ماتشات يدعم انديته من المدرجات. احنا شايفين ان كتير قوي من الجمهور بيكون يعني على صاحب بيتابع فرقته من التلفزيون، انت قتلت الشغف عند الجمهور. هيفرق ايه ان انا النهارده الدوري الانجليزي ما بين الدوري المصري؟ ما انا كده كده بتفرج هنا على التلفزيون وبتفرج من على التلفزيون، لكن الدوري الانجليزي انت بتتفرج على كوره صح، بتتفرج على تنظيم صح، بتتفرج على مباريات فعلا. حتى لو انت بتتكلم ان مباراه زي ليفربول ونيوكاسل مثلا فرقتين يعني مش كبار قوي مثلا في في في, في من ناحيه البطولات او 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 او, أو مش بتكلمش على ليفربول ونيوكاسل بتكلم عموما، لكن النهارده في كوره في تنظيم وفي جمهور بيدعم فريقه من المدرجات، وبالتالي انت النهارده يعني الجمهور نفسه خلاص بيقول لك انا طب انا ليه اتفرج على الدوري المصري واتفرج على يعني مستويات من مع احترامي للانديه ومع احترامي للدوري المصري مستويات ضعيفه لحد ما. واحنا شفنا حتى من حوالي اسبوعين تصريحات كانت يعني من احد الاعلاميين عن الدوري المصري وعن المفارق ما بين الدوري المصري والدوري السعودي، وده كان حاجه تزعل كتير، لان انت الدوري المصري بيتكلم على وجود انديه كبيره زي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، انديه ليها تاريخ وليها باع كبير جدا في البطولات الافريقيه والعربيه، ونشوف دلوقتي انديه الدوري السعودي واستقطابات والجمهور والشعبيه اللي بتعملها دلوقتي الانديه السعوديه ان هي نقلت دلوقتي معنى اصح الترويج للفرق بتاعتها في العالم، دي نقطه مش سهله جدا. احنا بنتكلم النهارده محدش كان يسمع مثلا مع احترامي للاهلي او النصر او الاتحاد او الشباب او نتكلم حتى على الفرق اللي هي المتواضعه زي البسيطه في الدوري السعودي، لكن برضو في الاول وفي الاخر النهارده هم اشتغلوا صح ومش فلوس وخلاص بيدفعوها، لا الناس دي بتفكر صح، وبناء عليه في مده بسيطه احنا بنتكلم في سنتين على في سنتين او ثلاثه او اقل من كده كمان نقلوا الدوري السعودي من منطقه منافسه في اسيا او في البطولات العربيه لناحيه عالميه. طبعا. واحنا شفنا ان النهارده الهدف دلوقتي في الانديه السعوديه ان احنا مش هننافس بس على البطولات الاسيويه او بطولات عربيه، احنا عايزين اصلا ندخل العالميه وكاس العالم الانديه. طب محمد انا عايز افتح معاك ملف مهم جدا ضروري ان احنا نفتحه قبل ما نختم فقرتنا النهارده، وهو ازمه التحكيم.
يعني يمكن أزمة التحكيم أزمة مستمرة، مش ولدت اللحظة، يمكن من بدري ولسه مستمرة معانا. امبارح مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق يمكن كان ليه مداخلة هامة جدا في برنامج البيت الكبير مع الكابتن إسلام الشاطر، كان ليه عدد من التصريحات الحقيقة اللي يمكن أثارت علامات استفهام كبيرة جدا. فكرة إن هو كان بيستبعد عدد من يعني الحكام المخطئين وبيشوفهم بعد كده إن هم بيعودوا لإدارة مباريات دون علم، دي حاجة يعني ما بنشوفهاش غير قليل جدا، أو ما بنشوفهاش تحديدا غير من اتحاد الكرة المصري. كمان يمكن كان بيتكلم على أن في ناس كتير جدا داخل لجنة الحكام كانت بتعمل ضده، يعني شايفين أنه ضد الإصلاح. في الفكرة دي أنت شايفها إزاي؟ أزمة التحكيم عموما عندنا في مصر هل هتفضل مستمرة؟ من وجهة نظرك إيه الحلول اللي ممكن، يعني شفنا عدد كبير جدا من الحلول تم وضعها وبعد كده ما بنلاقيش الحلول دي موجودة على أرض الواقع ولا بنلاقي حد بيشتغل بيها. تصريحات امبارح كانت في غاية الأهمية، شفنا إزاي المنظومة بتدار داخل اتحاد الكرة تحديدا في ملف التحكيم. أكيد يعني التصريحات دي تخلينا يعني يبقى في زي فوقة كده أو صحوة إن احنا نتكلم أو نضع عدد من الحلول لأزمة التحكيم. نقطة التحكيم يعني جدل مستمر لمدة، يعني احنا مش بنتكلم في سنة أو سنتين، سنين بنتكلم عن نقطة التحكيم وطالبنا حتى بخبير أجنبي إن هو يدير منظومة التحكيم في مصر. النقطة اتحققت لكن كلام على الورق، ما اتحققتش في الواقع. مارك كلاتنبرج جه اشتغل وشفنا فعلا جاي يشتغل، هنقول ان هو ما كانش متفرغ 100% للدوري مع التحكيم في مصر، لكن في الاول وفي الاخر هنقول ان في شغل كان بيبتدي يتحقق. هو ده ملف حد يتعامل معاه اونلاين برضه. هو النهارده برضه هقول لحضرتك حاجه، النهارده يعني احنا بنشوف التحكيم في 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 اوروبا، او مش هنقول اوروبا، هنتكلم في التحكيم في 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 الدوري السعودي. الدوري السعودي الانديه دلوقتي ما بتجيبش تحكيم السعودي. يعني شايفين اتحاد جده مثلا طلب بتحكيم اجنبي وكل مبارياته تحكيم اجنبي، وشايفين ان هم يقول لك لا احنا عاوزين تحكيم اجنبي زي بقى ما احنا ايه بنجيب لعيبتنا الاجنبيه وي 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 وي. فالنهارده ده شويه يجيبوا جمهور اجنبي وده اللي حصل. نادي اهلي جده استقطب مشجع مغربي ان هو يقود الجمهور هناك. يا حلاوه. فعلا ده حصل. مشجع الرجاء المغربي ده بقولها على سبيل التردد. لا 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 ده حصل فعلا. لا ده حصل فعلا، حاجه حصلت فعلا. طب واحنا ليه عندنا، يعني برضو هاخد من سؤال مريم لحضرتك، احنا ليه يعني اي بلد في الدنيا اي منظومه رياضيه في العالم وارد ان يبقى فيها خلل ما، مشكله ما، والطبيعي ان الناس بتلاحظ وجود الخلل ده وبتشتغل على اصلاحه. احنا كواليتي المشاكل اللي عندنا مش موجود منها في العالم، ما بتتحلش. ليه بقى ليه يعني؟ هو الفكره انا حضرتك إن, ان 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 اتحاد الكوره بي يعني ايه عارف المشكله وممكن يقول لك ايه لا انا اخاف، لا ده ممكن فلان هيطلع ينتقدني، لا ده ممكن جمهور هيطلع مش عارف يشتمه. فالنهارده لا، انت طالما انت شغال صح وشايف اللي انت بتعمله صح ما يفرقش معاك بقى حد. بالظبط، لو تم وضع معايير محدده بنمشي عليها صح. كلنا كل الانديه بتمشي عليها، ما فيش حد هيتكلم اذا كان ده غلط او صح، احنا خلاص الصح صح والغلط غلط. في سؤال النادي الاهلي ساله على البطوله الجديده اللي هتتعمل هي كاس السوبر او ايا كان المسمى الجديد بتاعها. الفريق اللي هيشارك اللي انسحب هيشارك ولا لا؟ الى حد اللحظه ما نعرف لهاش اجابه طبعا. الى حد اللحظه احنا ما عارفين، مش عارفين الدوري هيتلعب ازاي. احنا بنتكلم في حاجات في اساسيه في بدايه الحلقه كريم لو تفتكر، بنتكلم في حاجات اساسيه نناقش فيها. احنا مش عارفين الدوري هيتلعب بتاعنا ازاي، هيتلعب بنظام مجموعتين ولا هيتلعب دور كامل ولا هيتلعب. طب هو ده اسمه كلام؟ ما انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك انت بتتكلم في الحاجات الاساسيه ومش عارفين لها حل. ما بالك بحضرتك مشكله التحكيم، ودي بقى لها سنين استعنت بخبير اجنبي، راجل جه هنقول بعض الشيء اشتغل، واجه هجوم كبير، وشفنا مع احترامي منظرنا في الصحف الاجنبيه وخصوصا الصحف الانجليزيه كان شكلنا ايه لما الصحف زي ديلي ميل وذا سان وميرور وي 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 بيتكلموا عن مارك كلاتنبرج كان بيتعامل ازاي في مصر. دي كانت بالنسبه لنا يعني احنا مش شايفين الدوري السعودي بيسوقوا الدوري بتاعهم ازاي والتسويق بتاعهم ازاي واحنا بنسوق الدوري بتاعنا ازاي. دي كانت حاجه كارثه كارثه كارثه. اتحاد الكوره كان صامت جدا وكانش ليه اي رد فعل. جابوا محلل وجابوا خبير جديد وهو خبير برتغالي، لكن احنا شايفين الوضع من سيء الى اسوء. لكن النهارده هل انت التحكيم بتطور منظومه التحكيم؟ لا، انت بتدفع فلوس على الفاضي، مفيش اي حاجه انت بتعملها. ابسط شيء ان الحكام نفسهم ليهم مستحقات بقالهم شهور وممكن سنه واكتر ما بياخدوهاش. طب عاوزين مستحقاتنا؟ طب مفيش. طب النهارده انت بتاخد فلوس اصلا من الانديه والقيد وي 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 وي، طب بتصرفها فين وبتعمل بيها ايه؟ اتحاد الكره عليه
علامه استفهام، مع احترامي ومع احترامي كلهم قبائل وكلهم شخصيات محترمه وفوق راسي، لكن النهارده انتوا جايين طالما في عمل تطوعي يبقى لازم هتشتغلوا صح، طالما مش هتعرفوا تشتغلوا صح يبقى تتفضلوا وتسيبوا ناس تشتغل صح. احنا شايفين النهارده الدوري نفسه احنا مش عارفين الدوري هيتلعب ازاي، يعني انت داخل اصلا على موسم انت كمع احترام النادي الاهلي مارسيل كور النهارده يقول لك طب انا هعمل ايه؟ هبخطط ازاي؟ يعني انا اعرف اخطط ازاي؟ مش عارف يحط اجنده، مش عارفين ولا مواعيد مباريات ولا مواعيد بطولات، واحنا عندنا عدد يعني مباريات كتيره جدا اكتر من الموسم اللي فات. صحيح، والسيد يعني وليد العطار كان ليه سؤال من يومين كان بيتكلم قال لك احنا مستنيين الكاف هيعلنوا، مستنيين يعلنوا بطوله الدوري الافريقي وهيعملوا ازاي الاجنده بتاعت بطوله الدوري الافريقي، خصوصا هي بطوله داخله جديد والقرعه بتاعتها يوم السبت اللي جاي، فاحنا مستنيين كل ده علشان نعرف هنعمل هنشتغل ازاي السنه اللي جايه. تمام. طيب خلينا بقى نروح للنمسا ونشوف ايه الاخبار هناك وايه الاوضاع. معانا يعني زميلنا العزيز فاروق صلاح من ارض الملعب واثناء تدريبة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في هذا المعسكر. فاروق صباح الفل عليك، انا مش هسألك انا هسيب لك المايك، قول لنا اللي عندك كله. طبعا في البدايه برحب بيك يا كريم، برحب بيك يا مريم، وسعيد ومبسوط انك موجوده يعني برفقه كريم، وخطوه مهمه جدا ان شاء الله، واعتقد يعني من الامور اللي بتبقى يعني انا على المستوى الشخصي ببقى سعيد بيها. طبعا برحب بالناقد الرياضي الاستاذ محمد همام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يا كريم احنا هنا من النمسا، وبالتحديد المقاطعه اللي تبعد عن فيينا يعني بساعه ونصف. النادي الاهلي بيؤدي المران الاول اليوم، يعني بالامس كان الفريق وصولنا الى فيينا بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات ونصف، كان الوصول لمطار فيينا ثم استقلال حافلة والتوجه إلى المقاطعة اللي بيقيم فيها النادي الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد. عايز أقول لك كل اللي احنا لامسينه كريم يا مريم يعني منذ وصولنا بالأمس، حالة الجدية والتفاؤل اللي احنا شايفينه عند اللاعبين، يعني اختيار المكان مكان موفق جدا تم اختياره طبعا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي. وعايز أتكلم على الدور الإداري في النادي الأهلي، دور مجلس الإدارة، دور الكابتن خالد بيه ومدير الكرة كابتن سمير عدلي، كابتن مرعب عزيز، على تيسير كافة الأمور في وقت قصير جدا. النادي الأهلي من فترة طويلة جدا ما خدش يعني معسكرات خارجية بهذا الشكل. عايز أقول لك إن المكان كريم لو بتتكلم على المنتجع اللي بيقيم فيه النادي الأهلي، طبعا واحد من افضل المنتجعات على مستوى العالم، في اكثر من 5 ملاعب 4 ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي، بيحتوي على 30 حمام سباحه، كافه غرف يعني تقدر تتكلم الامور اللي بيحتاجها الفريق في الاستشفاء وعمليه الريكفري كلها موجوده بصوره يعني بصوره تقدر تقول غير موجوده او غير مسبوقه في الشرق الاوسط او في قاره افريقيا. في غرف للساونا يا كريم، واحنا زي ما متعودين الساونا بدرجات الحراره العاليه، ولكن هنا في وحده ساونا مخصصه بالثلج، ودي مش موجوده في مكانين في اوروبا. احد هذه يعني الاماكن هو المنتجع اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي. إن جانب طبعا وجود اكثر من صاله للجيم للاعبين لاداء التدريبات البدنيه. طبعا هذا المكان كان مخصص ايضا يعني كريم لمنتخب النمسا، نظرا لعلاقه مستر مارسيل كولر طبعا، وان هو سبق ان تولى القياده الفنيه لمنتخب النمسا، ده اللي سهل هذه الامور وبالتالي اختار هذا المكان. طبعا الفريق ادى بالامس مران وحيد على ملاعب التدريب، كان في تمام الساعه 6:00، يعني في الفريق او اللاعبين يعني في استطلاع راي كده بعد يعني على الطائره مين النهارده هيقدر يتمرن، كل اللعيب يعني المستر مارسيل كولر وللجهاز الطبي لرئيس الجهاز الطبي دكتور تامر ابو العينين، لا احنا كلنا جاهزين النهارده ان احنا نتمرن. ده اللي احنا لمسناه من اللاعبين يا كريم، يعني اللاعبين ما فضلتش انها تريح اول يوم في السفر، لا قالت هنتمرن. والنهارده طبعا بدا اليوم الثاني وهيكون الفريق هيخوض التدريبين، التدريب الاول زي ما انت شايف في الصوره خلفنا الفريق بيؤدي تدريبه الاول اليوم، هيكون في تدريب اخر في تمام الساعه 5:00. طبعا في تيسير كامل لبعثه النادي الاهلي، كان في بعض افراد الجاليه المصريه اللي كانت موجوده في مطار فيينا لاستقبال فريق النادي الاهلي. اللعيبه خلاص نسيت البطولات اللي احنا خدناها الموسم الماضي، 5 بطولات انت بتدافع عنهم السنه دي، ده بيزيد من صعوبه الامر. عايز اقول لك اليوم النهارده طبعا انطلق كان ان اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9:00، وعايز اوضح المواعيد شويه يا كريم، 9:00 بتوقيت النمسا، 10:00 بتوقيت القاهره. درجه الحراره بقى كريم زي ما انت عارف ان هنا درجه الحراره في النمسا تتراوح طبعا ما بين 30 ل 25 درجه مئويه،
بالامس كان في سقوط للامطار يعني اثناء اداء النادي الاهلي ليه تدريبه الاول في تمام الساعه السادسه، امطار خفيفه في هواء يعني هواء مختلف، انت عارف اللون الاخضر هنا بيحيط كل مكان في المنتجع، اللعيبه مركزه، عندنا مجموعه من اللعيبه الناشئين بتظهر طبعا في لاول مره، الدور المهم جدا لكباتن النادي الاهلي اوضه اللبس ممثله في الكابتن محمد الشناوي، كابتن رامي ربيعه والكابتن عمرو السوليه، ودورهم مع اللاعبين ان هم بيقربوا اللاعبين، انت عارف طبعا ان في لعيبه بتنضم للنادي الاهلي لاول مره بتظهر في هذا المعسكر سواء امام عاشور او اللاعب رضا سليم، يكونوا موجودين دخلوا في الاجواء سريعا، دور يعني كهربا ان هو دخل امام عاشور على طول في الاجواء، وشايفين ثنائيه ما بين امام وكهربا يعني طول رحله الطيران والقدوم الى فيينا، ايضا دور علي معلول وكريستو ان هم دخلوا رضا سليم في الاجواء في النادي الاهلي، فريق بيأدي تدريبه مستر مارسيل كولر، كلامه حديثه مع اللاعبين، عندنا ارقام، عندنا بطولات، موسم جاي صعب جدا، عندنا كتير جدا من البطولات، مطالبين ان احنا نحافظ على بطولاتنا ومطالبين نحقق المزيد من البطولات. انا موجود طبعا معاك يا كريم، موجود معاك يا مريم، لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق انا بس كنت عايزه اسالك سريعا، يمكن كنا بنتكلم عن فكره تاهيل المصابين في المعسكر واختيار كولر ان هو ياهلهم داخل المعسكر سواء السولية طاهر او ياسر ابراهيم، ولانك طبعا في المشهد اكيد عايزين نعرف منك اكتر يعني وصلوا لايه، البرنامج الاستشفائي او العلاجي اللي تم وضعه، ودلوقتي يعني يمكن وصلوا لايه المراحل الاخيره في هذه البرامج. يعني خليني يا مريم اتكلم في هذه النقطه، كان ليها حديث طبعا مع الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، وقال لي طبعا احنا استغلينا وجود المعسكر في بعض اللاعبين طبعا اللي في المراحل الاخيره من التاهيل، في بعض اللاعبين كان اثير بعض الكلام على اصاباتهم لمده طويله، الكلام ده غير صحيح بالمره، بالنسبه لعمرو السوليه الدكتور تامر ابو العينين قال لي بس يعني إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، اللاعب بدأ بالأمس مرحلة التأهيل والنهاردة في مرحلة التأهيل، وأيضا يعني خلال المرحلة يعني الكام يوم اللي جايين إن شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعية. كان في جانب من البرنامج التأهيلي أيضا لخالد عبد الفتاح وإمام عاشور كان بالأمس على هامش التدريب، من النقاط المهمة جدا يا مريم بالنسبة لهذا الأمر إن الدكتور تامر أبو العينين إن شاء الله بالنسبة لي كريم اللاعب كريم فؤاد وأكرم توفيق هيتم عرضهم طبعا على الطبيب النمساوي على هامش طبعا معسكر النادي الاهلي هنا في النمسا اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي سواء لكريم فؤاد او اكرم توفيق، ليه خلاص يعني اللي بيدي رايه النهائي طبعا لنزول اللاعبين طبعا للتدريبات الجماعيه ويشاركوا بصوره طبيعيه، دي من الامور طبعا اللي بينسقها وتم الترتيب ليها من قبل الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي، كافه اللاعبين زي ما احنا قلنا فضل الجهاز الطبي ان هم يكونوا موجودين سواء اللي في المرحله الاخيره من التاهيل ان هم يكونوا موجودين، الحاله الطبيه الحاله الفنيه احنا لمسنا، بطمنك يا مريم بطمن كل جماهير النادي الاهلي على الحاله الطبيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي والدور والتنسيق اللي بيتم ايضا مع استشاري التغذيه الدكتور ايهاب علي، ودي نقطه مهمه جدا يا مريم، دكتور ايهاب في بعض الاغذيه وبعض المشروبات بيتناولها اللاعبون في وجبه يعني في بالنسبه في الثلاث وجبات او في فتره الاعداد بتعوض طبعا فتره الراحه اللي كان حصل عليها اللاعبين، طبعا اللاعبين حصلوا على فتره راحه تتجاوز ال 20 يوم، وبالتالي في بعض الماكولات بعض المشروبات بيتناول اللاعبون هذه الماكولات والمشروبات عشان تعوض فقد المعادن وفقد الامور اللي تمت من اللاعبين خلال فتره الاجازه، لكن الامور الطبيه الامور الفنيه ان شاء الله انا متفائل على المستوى الشخصي يا مريم، المعسكر السنه دي ان شاء الله يبقى حاله ان شاء الله حاله يستمر عليها اداء لاعبي النادي الاهلي بالشكل اللي يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي ويحقق المزيد من البطولات لكل جماهيرنا العظيمه جماهير النادي الاهلي باذن الله، واحنا كمان بنتفائل بيك يا فاروق ومفيده للعيبه بالفعل، واحنا مش عايزين اكتر من كده، احنا بنشكرك على وجودك معانا من خلال التغطيه المتميزه دي كالعاده، زميلنا العزيز فاروق صلاح من النمسا، شكرا جزيلا. حطينا في الصوره كامله الحقيقه دايما يعني الزميل العزيز فاروق صلاح يمكن من النمسا، وضعنا في صوره كامله طبعا استاذ محمد، يمكن تعليق سريع على رساله زميل عزيز فاروق صلاح. نقطه طبعا عمرو السوليه نتمنى ان شاء الله يدخل مع الفريق على طول ويلحق، نتمنى يلحق ماتش اتحاد العاصمه ان شاء الله، ونتمنى نكون معسكر مفيد للفرقه في فتره مهمه جدا للسيزون اللي جاي. ان شاء الله خير وسعداء جدا بوجودك معانا، انت نورتنا النهارده وان شاء الله نلتقي مرات ومرات بعد كده. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. ان شاء الله سعيد بحضرتك. طبعا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده.